اختتم معرض سوق الكمبيوتر جايتكس تشوبر لهذا العام دورته 21، والتي تعتبر من أنجح دورات هذا الحدث بعد مشاركة ما يقارب 200 عارض، إضافة إلى ما يزيد عن 25 منتج جديد بجانب العروض الترويجية. وقد استقبل السوق ما يقارب 160 ألف زائر خلال أسبوع، ومبيعات بلغت حوالي 200 مليون درهم. وشهد جايتكس تشوبر إقبالاً كثيفاً من المتسوقين والزائرين الذين توافدوا من كافة أنحاء الدولة ودول الخليج المجاورة من أجل معرض سوق الكمبيوتر، خاصة على المتاجر التي قدمت عروضاً تسويقية خصيصاً لهذا الحدث، تنوعت بين المنتجات الإلكترونية كالهواتف الذكية والإلكترونيات من الجيل الرابع كمنتج الآيباد الذي لقي إقبالاً كبيراً من قبل الزبائن. وقد قدمت الشركات المشاركة أحدث المنتجات بأسعار تنافسية وضمن عروض تسويقية لا تخلو من التخفيض المباشر على الأسعار، بالإضافة إلى خدمات القيمة المضافة والهدايا الرمزية التي تقدم للمشترين خلال فعاليات المعرض، كما أن التخفيضات التي حاز عليها الطلبة أسهمت في زيادة المبيعات. ويسهم معرض جايتكس تشوبر في تنشيط مبيعات الوحدات الإلكترونية، خاصة أن عروض جايتكس تشوبر لا تقتصر على الشركات العارضة، بل تمتد إلى معظم محال تجزئة الإلكترونيات بجميع فروعها داخل الدولة، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق انتعاشة استثنائية لمبيعات الأجهزة الإلكترونية خلال فترة انعقاد المعرض. فهو حدث مهم يمكن من خلاله الوصول إلى العملاء من جميع شرائح المجتمع، وفرصة مثالية للتواصل على نحو مباشر مع الزبائن والعمل مع شركات التجزئة الإلكترونية.